فإذا إيميلز والأدولة ما يا رح تجاوب عليهم بالتفصيل، لأنه مواضيع كتير أساسية وبيتعلقوا بالعائلة وبالأسرة بشكل عام. بيت بيوت مع مايا. صباح نور غيدة. يعني عم نحاول نغطي يعني كل الأسرة بخلال العالم الصباح، إن كان بولادي بالدنيا بفقرة ولادي بالدنيا، وأيضا مواضيع متعلقة بالأسرة بشكل عام ببيت بيوت كل نهار مزبوط. جمعة أكيد يعني عم تلاحظي أنت كيف عم بيكون الاختلاف وكيف عم بيكون التوجهات كمان لأليك، وفي عندك إيميلين متعلقين بالزوج وبوالدة الزوج. مزبوط. من شخصين مختلفين بعتوا لي اياهم. نعم. نبلش باول ميل غيدا، رح نخبر الخبريه اللي خبرتني اياها المشاهده. هن شخصين لهم 8 سنين مزوجين. يلي عم بيصير انه هي حسب ما بتوصف هي بتشتغل وهو بيشتغل. عم بتقلي انه هي بتحاول تكون مستقله ماديا، يعني بمعنى اذا هي مثلا بدها تروح تفتح حساب بالبنك باسمها. بتحس هي وبتشعر انه في الحاح من قبله كل الوقت، بيلحوا بسر انه بنروح سوا على هيدا البنك، بنمضي سوا، يعني بصير في هي عم تشعر انه في عمليه اقناع لحتى كل شيء يكون مشترك، وهن زوجين مش شخصين خاطبين، هن مرتبطين بالزواج. هلا هي لو ما هالشيء واضح ما بتشعر بهيدا الشيء، لو ما هالشيء عم بيكون واضح منه انه هو يعني عم بيتدخل بكل شيء خبرت خبريه كمان بتخبر انه من 4 سنين اشترت سياره، عم بتقول لي وقت اشتريت سيارتها كان في اصرار منه انه بنحطها باسمي احسن لانه افضل لك، ما تتعذبي بمعاملات وما تعملي وانا بعمل، وامثله ثانيه ما رح نفوت بتفاصيل ثانيه. شو عملت بوقتها؟ بوقتها حطيتها باسمه. حطيتها باسمه رضخت يعني. وهالشيء عم بكفي. هلا هي عم تسالني شو هيدا، يعني تا انا اقدر اعرف لها شو عم بيصير معها نوعا ما. المعلومات اللي اعطتني اياها كثير قليله، وانا كنت بعثت لها وطلبت منها انه تعطينا معلومات اكثر، بس رح جرب قد ما بقدر جاوبها. هلا في كثير عوامل رح يتعلقوا بجوابي. اول شيء بدنا نشوف هن من اول علاقتهم الزوجيه كيف الامور بيناتهم والتفاهم بيناتهم، يعني في كثير اشخاص في كثير كابلز من اول علاقتهم الزوجيه بيتفقوا انه كل شيء يكون مشترك بيناتهم، يعني بيتم الاتفاق علنا على هذا الموضوع، حتى الرجل بيقول لزوجته انه نحن هلا ارتبطنا، بيحكوا بتفاصيل انه بدنا نروح سوا على البنك، بدنا نعمل الكونت او الحساب مشترك والى اخره، وبصيروا يتفقوا علنا على هول المواضيع، وبصير في شعور عندهم اثنيناتهم انه خلص انه مزبوط في احترام لاستقلاليه الاخر، بس نحن صرنا ما عم نخبي شيء عن بعضنا، وبصير هالشيء بطيبه خاطر وباتفاق لانه ما بصير في اعتداء على ممتلكات الاخر او على ملكيه الاخر، بمعنى انه بنشعر اثنيناتنا انه كل شخص كل طرف من الطرفين سعيد للطرف الثاني اذا تقدم بعمله او اذا صار ماديا عم يجني اموال اكثر او اذا قدر يشتري امور او الى اخره، بتحسي انه في سعاده عند الطرفين، عم بيكونوا مبسوطين لبعضهم بدل ما يجربوا يحققوا اذا بدك انه انا اللي بدي اشترك بهالشيء، بدي افرض حالي على الشريك انه يكون هالشيء لإلي او يكون هالشيء باسمي او الى اخره. هلا اذا في عمليه هالفرض، يعني أنا عم بفرض حالي على زوجي أو زوجي عم يفرض حالي علي ببعض الأمور، بعدنا كتير عن فكرة التفاهم، بعدنا كتير عن فكرة التواصل السليم هون، لأنه وقت أنا بدي أفرض حالي على الشخص الآخر إن كانت امرأة أو رجل، صفى أنه أنا عندي مخطط معين، بمعنى أنه أنا أو خايف كرجل أو أنا خايف لأنه يمكن أنا ماديا مش كتير مرتاح، أو أنا خايف لأنه يمكن يكون زوجتي تجني اموال اكثر مني، شغلها افضل، عملها افضل من عملي، وبالتالي انا خايف من فكره انه عم حسها انه هي عم تستقل وانا بدي كمان ضل مسيطر على كل شيء. او الفكره الثالثه يلي ما شفت انه بتنطبق عليهم، اوقات في سيدات بيكونوا كثير بيتمتعوا بقوه، يعني بنقول مراه قويه، بمعنى انه بتعطي انطباع لزوجها انه ستوب في خط احمر ما بحق لك تتدخل، هيدا الشيء بيعنيني وشغله بيعنيني وانت ما بحق لك تتدخل بشيء. فانا بستبعد ثالث احتمال، واكثر شيء بركز على اول احتمالين اعطيتهم بهيدا الموضوع. من الاول في شيء غلط عم بيصير. هلا انا رح كون كثير دقيقه وجاوبك على السؤال اللي سالتيني اياه بالتحديد وانت بتعرفي شو هو. رح لك انه بحق لك يكون عندك خصوصيه، يعني هي عم بتحس بالذنب انه واجباتها انه تشركه بكل شيء، انا بقول لك مش واجباتك،
انت بحق لك يكون لك خصوصيه، يعني كل سيده مثل ما كل رجل بحق لها يكون لها خصوصيه. شو يعني خصوصيه؟ خصوصيه بمعنى مش اشياء عم نعملها عم نخبيها عن الشريك. خصوصيه بمعنى اذا بدنا نقول الامور مثل ما هي، انه انت اليوم عم تشتغلي وعم تجني اموال، عدد من الاموال، كميه من الاموال، فاذا هيدا الشيء ناتج عن عملك، عن مجهودك وتعبك. هيدا الشيء عن مجهودك وتعبك، فانت قادره تتصرفي فيه لهيدا الموضوع، منك مجبره انه انت تستشيري بكل شيء بدك تعمليه ابدا، طالما انت بتعرفي انه انت تفكيرك سليم، وطالما هي بتعرف انه هي منطقيه وعم تعرف تقسم هالامور مثل ما لازم، وعم تعرف كمان اذا كان مطلوب منها بوقت من الاوقات، رغم انه منها هي ربه الاسره، بس ما بقى بهالايام ما بقى في هيك، صار في اشتراك بالبيت بالنسبه للولاد. طالما انت كمان بتعرفي انه في واجبات بتقدري تعمليها تجاه اولادك، عم تعمليها ماديا والى اخره، عم تعرفي تقسمي هالامور، ما في شيء بيلزمك انه انت تشركي الشريك بالامور اللي بتخصك ابدا. وبفتكر انه مفروض تتفاهموا على الموضوع بشكل كثير اوضح من هيك، يعني مخاوفها او افكارها لازم تقول له اياهم بشكل علني بدون ما تتهمه. هيدي شغلة كثير بدها تنتبه لها بعيدا عن الاتهام، إذا بدي بلش حديثي باتهام ما بكون عملت شيء، بس تقول له شو اللي عم يزعجها نوعا ما بالموضوع. هلا في شغلة كمان بدي أشدد عليها وبفتكر إنها موجودة، إنه هي حسب ما أنا أخذت انطباع شاعرة إنه هو ما عم بيقوم بواجباته المادية مثل ما لازم كمان، وهيدا كمان بتطرح نقطة استفهام، وهيدا بتخليني أكثر أقول انه حافظه على خصوصيه. ليه؟ لانه ببعض الكابلز اوقات اذا كانت السيده مرتاحه كثير وعملها كثير كثير ناجح، وبالتالي يمكن هي مدخوله اكبر من مدخول زوجها، وهذا الشيء كمان بيصير بكابلز ما في تواصل سليم بيناتهم، ممكن الرجل يرتاح حيال هذا الموضوع، يعني يقول انه زوجتي خلص مثبته اجريها بعملها وواضح انه مدخولها كبير، فاذا انا بحق لي انه يكون عندي تراخي او اتساهل بمعنى او باخر، لانه بقدر اتكل عليها. وانا حسب ما فهمت انه هي خايفه من هذا الموضوع حسب ما هي قالت لي. تتخاف من هذا الموضوع، يعني هي شاعره بهذا الشيء، يعني هي يعني في بالنسبه للامور الماديه غيضة بالزواج، هي مواضيع كثير دقيقه، وهي مواضيع نسبيه، ما فينا نعطي نصيحه هيك عامه فيها لكل الكابلز. بس انا بقول لكل سيده انه لا، الحفاظ على البنيه بالزواج اللي هي كمان بنيه على صعيد مادي بتكون مهم، كمان انه السيده تحسس زوجها وتعطيها الشعور انه هي بحاجه له، وهذا الشيء بده يكون عم تعمله بذكاء، لانه هالحاجه انه انا بحاجه لك مهمه، تضل هالبنيه صامده. ما فينا ابدا ننفي ونظهر نهائيا من المعتقدات يلي هي فيها شيء كثير مزبوط، يلي بتقول انه هالرجل هو رب الاسره، ويلي بتقول انه هالرجل هو اللي بيتكفل بالاسره، ويلي هو بحاجه كمان يحس انه الامراه بحاجه له، يعني هيدي حاجه كمان عند الرجل. انا بكتفي بهالامور، بنصحك تتفاهمي انت وزوجك على كل هيدي القضايا، وبرجع بقول لك اكيد لك الحق بخصوصيه معينه، ما تحسي بالذنب اذا انت على بالك يكون عندك خصوصيه معينه، اذا في معلومات زياده هي بتحب تقول لي اياهم او تبعث لي اياهم باي ايميل، بقدر اكيد يعني افصل الجواب اكثر. وفي السؤال الثاني، كثير مهضوم كمان. السؤال الثاني عن شاب وبنت مخطوبين خاطبين، هيدا على لبناز مثل ما بنقول على اللبناني، فهي عم بتخبر وعم تشكي همها وبضحك، بس فكر لانه تحسيها من عباراتها انه مثل كانه لها، وانا بنبسط بهيدا الشيء كثير غيدا، كانه لنا يمكن 20 30 سنه بنعرف بعضنا انا وياها، انه الواحد عم بتفضفض لي وعم تشكي لي همها. هن خاطبين هلا وهن بمرحله فرش البيت وعرسهم قريبا، حسب ما هي بتخبر انه والده زوجها عم تتدخل كثير، وبتقول هيك دتار مهضومين، بتكب مسحات مهضومين، عم تتدخل كثير بالفرش كبدايه، بدها تروح معهم، مصره تروح معهم لحتى هي تنقي الفرش، واذا جابوا شيء مش راضيه او مش على ذوقها بتعطي رايها حسب ما فهمت بشكل كثير بتفرض رايها وبشكل جارح، انه مين بيجيبها هاي؟ ما حدا بيشتري هيدي، ما شفتوها هاي الى اخره، مين بعد بحطها؟ عم تسالني انه هذا الشيء مخيف، يعني عم تاخذ رايي اذا هالشيء بده يكفي بعد الزواج.
انا بقول لها انه ايه مخيف بصراحه يعني انه اكيد انه التدخل رجاء الحيطه والحذر يعني 100% انه التدخل بده يكفي يعني وقت بيكون في تدخل هالتدخل بده يكفي مشان هيك اول شيء بده يتم التفاهم مع الشريك يعني مع خطيبه على هذا الموضوع بدون هن يتفقوا على شيء معين يتحدوا فيه اثنيناتهم سوا هلا هيدا موضوع لوحده انا ما بقدر هيك اقطش الجواب يعني بس بقول لها انه هيدا التدخل بده يكفي شو بتعملي بدك تنطريني بعمل حلقه كامله اذا الله راد لازم نهار الجمعه اللي جايه من هلا قطعينا جمعه هلا ليش الحال ما تشتروا الفرش هالجمعه الجمعه اللي جايه بنعطي بنعمل حلقه كامله عن هيدا الموضوع وبنطرح شويه دراسات كمان عن هيدا الموضوع اكيد موضوع اساسي ترقبوه ببيت بيوت الاسبوع المقبل ان شاء الله معك مايا شكرا كثير لك شفتك الجمعه الجايه بعالم الصباح رح نتابع وكل المهتمين بعالم السينما اكيد افلام عديده موجوده حاليا بالصالات بالسينما My name is Christine Lucas and I'm an amnesiac. Tonight, as I sleep, my mind will erase everything I know today. ضمن أفلام الأسبوع Before I Go to Sleep ثريلر عن امرأة بتفيق من النوم كل يوم من دون ما تتذكر شيء بسبب حادثة مؤلمة صارت بماضيها مع نيكول كيدمان وكولين فيرث فيلم الكوميدي Life of Crime بذكرنا بالفيلم الرائع Ruthless People عن شخصين بيخطفوا زوجة مستثمر فاسد وغني وبيطلبوه بمليون دولار وبيرفض يدفع مع جينيفر أنستون. There are 200 miles of tunnels right underneath our feet. ولمحبي أفلام الرعب As Above So Below مع بيرديتا ويكس وبن فيلدمان عن فريق من المكتشفين بيغوصوا بأعماق شوارع العاصمة الفرنسية ليكتشفوا أسرار مخيفة. فإذا من بعد لحظات رح نكون مع شيف شادي ورشة ملح وأيضا ضيفنا لليوم المتعلق بالحديث عن دورة ميوزيك نيشن خالد آغا ليخبركم كل التفاصيل عن الدورة التدريبية وكيف تربحوا معنا من خلال عالم الصباح خليكم معنا.